بسم الله الرحمن الرحيم. سادة الحضور، أنا هكلم من قلبي مع حضراتكم جميعا. رئيس الصين لما سألوه لما خرجوا الإنجليز من هونج كونج، قالوا له يا هونج كونج دي بلد صناعية وبلد تجارية عالمية، والإنجليز هيطلعوا منها، أنت هتخلي هونج كونج زي الصين؟ قال لهم لا، ده أنا هخلي الصين زي هونج كونج. وقد كان. شفنا النهضة اللي حصلت في الصين في العشر سنين اللي فاتوا بالذات، ركبت العالم كله ازاي. الصين ركبت العالم ليه؟ لأنه بدأوا يتكلموا في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، ودوا كل منطقة صناعية موجودة فيها امتيازات وقواعد، وكانوا بيعينوا المدير يقولوا له تعالى انت قدامك الاهداف دي تحققها، اما يختاروا مدير المنطقة، ولو ما حققهاش هتعدم. دي كانت الصين. المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة اللي عندنا احنا اللي حصلت، وده الحقيقة بحقيقة الدكتور درويش. الدكتور درويش قدر في 11 شهر يبيع 22 متر، 22 مليون متر، وده انجاز الحقيقه. وانا الحقيقه فخور ان كل ما اقعد مع حد في اوروبا يقول لي انا قابلت الدكتور درويش وعرض عرض قيم المنطقه الاقتصاديه. انا بقول لسعادتك ليه ما تعملش القانون اللي في المنطقه الاقتصاديه، وانا كنت مشارك في هذا القانون سنه 2008 ولا 2007، مصر كلها تحط. ليه القانون ده ما بيشتيش على مصر كلها؟ ما احنا يعني اخذنا نقله من البيروقراطيه، وشفنا فيه سعر الضريبه، وشفنا فيه الامتيازات اللي ممكن انها تؤدى. ممكن جدا من العوامل الخارجيه اللي جواه، ممكن قوي القانون ده ينقح ويبقى معمم في كل ربع مصر، لانه مش معقول عشان قناه السويس بس او عشان السخنه بس. الموضوع الثاني، احنا سمعنا معالي الوزير من حوالي 4 5 شهور، وزير التخطيط اتكلم عن رؤى مصر المستقبليه. هنا اختلاف الحقيقه، انا مش عارف احنا بنتكلم على معدلات تنميه 5 و6 و3 و4، والناس بتتكلم على رؤى. يعني ايه رؤى؟ يعني انا بقول طموحات مصر المستقبل عايزه تبقى شكلها ايه، وبرسمها بافق عاليه جدا، وبقول استراتيجيه تنفيذ الخطه دي 1 2، هي الباكج اللي بقدمه للعالم كله لسوق الاستثمار في الداخل والخارج، وبقول له ادي مجموعه السياسات والتشريعات والممارسات اللي تؤهلني ان انا احقق هذه الرؤى. اذا اعتمدت ان انا بتكلم على معدلات تنميه 4 و5 و6، ده قصه، ده الموضه القديمه. الموضه الجديده ان انا بقول ادي رؤى مستقبل مصر كدوله صناعيه متقدمه اترسمت كده، وانا هعملها بالطريقه دي. هنا المستثمر يبدا يتخيل ان مصر المستقبل هتبقى بعد 20 سنة شكلها ده، والنهاردة الفرصة متاحة هتبقى ارخص كتير جدا من بكرة، لان التقدم ده هيعلي القيمة المضافة، وهيعدي كل هيعدي خيم كل ما يحصل فيها. نفسي فكرة التنمية المتكاملة في مصر بيتكلم عن رؤى، ورؤى طموحة وفي مدة زمنية محددة. انا اتمنى ان ده هو العنوان التسويقي لمصر المستقبل. نحن نريد أن نسوق مصر، نريد أن نبني مصر والحضارة المصرية الجديدة بطموحات سهولية كبيرة. كل ما يتنخلى عليه في الأرقام اللي احنا بنحاول نقول أصل القصة زادت بنسبة 50%، زادت 140%، كلها ما زالت أرقام غير طموحة ومتواضعة، ولا تعكس الاقتصاد الكامل لمصر. الاقتصاد الكامل اللي احنا عاوزين نفجره للعالم كله اقتصاد قوي واقتصاد كبير جدا. احنا عاوزين نعمل براند ايجيبت. مين اللي سوى ده؟ مين اللي هيقدم ده للعالم عشان نقول احنا قدراتنا اهي وتعالوا مستفيدين؟ انا سعدت جدا الحقيقه للقرارات الاقتصاديه اللي فاتت، وكنت في امريكا وكنت في لندن وشفت الاثار اللي طلعت بيها والتعليقات الطيبه اللي بدات تتكلم فيها على مصر.
في سوق المال وفي صناديق الاستثمار، الناس اللي بتتكلم على ان هناك قرارات واخطر قرارات اقتصاديه واجتماعيه وسياسيه، الاربع قرارات اللي طلعوا سواء كانت قرارات هيئه الاستثمار او قرارات سعر الصرف او قرارات الترشيد الدعم او ترشيد الطاقه او ترشيد قصه دعم ضمان شبكه الضمان الاجتماعي. الحقيقه المجموعه دي عنوانها جيد جدا، لكن الخطوره الحقيقيه احنا النهارده لقينا صندوق الدعم بيدينا 12 مليار ودول سلف، لكن بكره مين اللي هيدينا؟ هيدينا انتاجنا، هيدينا الاستثمار بتاعنا هنا، هيدينا القطاع الخاص لما يتحرك ويقول للعالم احنا بنبني مصر الحقيقه. ده جنبا الى جنب رسالتي النهارده اللي انا بقولها للحكومه، التاخير في الباكج الجديد اللي اتفضل عليه النهارده رئيس الوزراء هو النهارده اتكلم عنه، في مجموعه السياسات الجديده والتشريعات الجديدة اللي يجب أن تصاحب وتتوازى مع القرارات الاقتصادية دي لازم تطلع وبأقصى سرعة ممكنة، وإلا الخسارة هتبقى أكبر، لأنه تكلفة الوقت زي ما تأخرنا في الماضي وتكلفة الوقت كانت زادت، أنا بتكلم النهاردة عن تكلفة وقت محمد بيه مهمة جدا عشان بس نعم هم عدوا 10 دقايق عدوا والله وهم عايزين يستأذنوا عشان عندهم طيارة. الكلام وحش؟ لا ها؟ ايه استنى اقعد يا عم اقعد يا عم حكايه ايه؟ انا بكلمك ده إيه؟ عندك طياره؟ طب الحق الطياره انت. انت بتاع الاستثمار مش كده؟ لا كنت لسه هديك طيب خلي بالك انت عندكم الشهاوي كتير قوي. انا عايز اقول لكم الحقيقه انا سعيد جدا بحركه التفاؤل اللي موجوده، وسعيد جدا ان الناس بدات تشعر ان في قياده سياسيه واعيه وبتاخد قرارات صعبه وعلى استعداد تاخد قرارات اهم واكبر، ونفسي القرارات دي تبقى قرارات تنتشر في كل محافظات مصر. نفسي اشوف القوى الكامنه لجميع محافظات مصر بتتفجر، ونفسي اشوف التنافسيه اللي موجوده عند المحافظين بتتفجر عشان نشعر ان احنا على قوه الدفع الحقيقيه في توازي وفي كل مجالات وفي كل ربوع مصر اللي احنا عايزين نعيشها. انا الحقيقه مش عاوز اطيل، لكن انا شايف ان شاء الله باذن الله تعالى السياحه باذن الله تتحسن الفتره اللي جايه، الصناعه والمدن الصناعيه والتخصص الانتاجي لازم ياخد مكانته ومكانه. النهارده المدن الصناعيه الجديده اللي موجوده في مصر لازم ما تبقاش لبن سمك تمر هندي، وده موضوع مهم جدا، ده اللي رأيته الصين والهند النهارده والبرازيل لما بدأوا يعملوا التخصص الانتاجي ويزرعوا التخصص ده. هنا دي مدينه صناعيه لصناعات كذا وكذا، والمدينه دي لصناعات كذا وكذا وهكذا. احنا عاوزين فكر التسويقي بتاع المشروعات دي كلها، لما باخد الشنطه واطلع اسوق الاستثمار عاوز اقول انا عندي مشروعات للتعليم. فين هي مشروعات التعليم؟ احنا عايزين نتكلم على اصلاح منظومه التعليم، لكن التعليم كاستثمار ما تقدمش لسوق الاستثمار. الصحة كمشروعات تتقدم لسوق الاستثمار ما تقدمتش أيضا. أنا في تخيلي المحفظة أو الشنطة اللي فيها بضاعة مشروعات الاستثمار متعددة، ويجب أن احنا نبدأ ناخدها ونبدأ نروجها، وأنا متأكد أن الفترة اللي جاية هتشهد مبادرات طيبة جدا، وإن شاء الله يحمي مصر بيكم وبرزتها. والسلام عليكم ورحمة الله.